اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله عليه. وبعد فأقول هو سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية. صلى الله عليه. ابن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لعليا. اللهم صل وسلم على ابن قصي، واسمه مجمع، سمي بقصي لتقاصي كلاب، واسمه حكيم، ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ابن ثور، واسمه قريش، وإليه تنسب البطون القرشية. صلى الله عليه. وما جنح إليه الكثير وارتضاه. ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس، وهو أول من آدى البدن إلى الرحاب الحرمية. صلى الله عليه. وسمع في صلب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى. ابن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان، وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية. صلى الله عليه. ورفعه أمسك عنه الشارع وأبى. وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيع فأعظم به من عقد تألقت
كيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى. نسب تحسب العنا بعلا قلدت نجومها الجوزاء. حبذا عقد سودد وفخار أنت في اليتيمة العصماء. وأكرم به من نسب طهر الله تعالى من صفاء الجاهلية. أوردنا الزين العراقي واردا في مورد الأني وروى. حفظ الإله كرامة لمحمد آباء الأمجاد صون الاسم تركوا السفاح فلم يصبوا معاره من آدم وإلى أبي وأمي سرات سرى وبدر بدر في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله. عطر اللهم قدره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.